هاي واضح. أنا جاد حديد، لبنان الأصل، منصور. اليوم رح أعرفكم عن حالي أكثر. من عمر 3 سنين تقريبا I was left on the street. تركوني أهلي، كنت كتير صغير، وحدا actually تبناني ورباني هو وساعدني enough. كان عنده library، so تخيلوا أنا عشت بمكتبي كل حياتي لصار عمري تقريبا 18 سنة. كان عمري تقريبا 8 سنين اول دعاية صورتها، بالدعايات بالمبدأ بلشت، وكملت معي تقريبا لصار عمري شي 18 سنة، دعايات وتمثيل دعايات وموديلينج رانويز. بعدين شو صار بالحياة بعدين اقولكم؟ كتير صار في تغيرات بالحياة لانه مرقت بظروف كتير صعبة من انا وصغير. حياتي اللي كان عندي اياها من قبل بالنسبة لي كانت مثل رحلة ورحت فيها، وصلت لمطرح وخلص خلصت هاي الرحلة، بلشت رحلة جديدة. هيدي رحلة جديدة كأني خلقت من أول وجديد. حبي للعائلة صار غير، بقول يعني لو شو ما صار مثلا مشاكل بيني وبين مرتي، لو شو ما صار إشي بيني وبين مرتي، لو شو ما كانت السيتويشن، شو ما كانت الكيس، دايما في شغلة وحيدة بتخليني ارجع اتمسك بحالي واقول انه انا عندي عائلة. So وجود هذه الانجل اللي بحياتي اللي عم تضحك هلا. هاي بابا. هيدي غيرت لي حياتي كلها. خلتني اعرف معنى الابوة شو هو، خلتني اعرف معنى الحياة شو هي، خلتني اعرف معنى الحب من وين اساسه جاي. Thank you.